هذين الطاوات هذا كله تيفال اصلي وقرانيت اصلي. طبعا كل هذا اصلا مالبار يعني جديد ما مستعمل. شوف هذا الموديل، هذا مال طبق موديله كلش راقي. هذا التيفال الاصلي طبعا كله يشتغل على طباخ الليزري والطباخ الاعتيادي. هذا التيفال، هذا جرانيت، هذا كله جرانيت يعني صب مو مجرد طلاء. هذا هم جرانيت، نوعيات كلش جيده. هذا جرانيت الجوزي، هاي الطرف شيء عالمي مرتب. طبعا هذني الاسعار مالتهم كل طاوة حسب السعر مالتها، يعني طاوات مميزات وحلوات. عندكم هذا هم النظام، هذا مال شوربه مال سوق، فشي كلش مرتب وحلو. اللي سألنا على القدور، طبعا القدور اكو، بس اللي اكو القدور شنو؟ سيتات اللي هن هذن اياهم. اكو احجام 32، احجام 28، واحجام 40.